بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك ربنا منزل الكتاب ومسخر السحاب ومسبب الأسباب، سبحانك من تكلم سمعت ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. أيا من جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد، ملكت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد، وأنت بحيث أنت وليس كيف، ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين الذي كان دائما يفتخر بالأم وجعل لها مكانة خاصة في الإسلام، وضرب أروع الأمثلة في البر بالأمهات. كان كثير الزيارة لقبر أمه رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر دائما بقوله: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القضيب. وحين أتاه أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يستأذنه في الخروج للجهاد في سبيل الله، فسأله سيدنا صلى الله عليه وسلم: ألك والدين أحياء أو أحدهما؟ قال: أمي. قال: فاذهب فإن ثمة رائحة الجنة عند قدميها. وفي هذه الليلة المباركة، الليلة التي عنوانها البر والوفاء للأم الراحلة، الأم التي تعبت وربت وسهرت لتربية أبنائها تربية حسنة حتى لقيت الله عز وجل وسلمت روحها إلى باريها ليكون المستقر بأمر الله عز وجل في جنات النعيم في صحبة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا جميعا. ليلة التكريم المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الحاج عنتر السيد البيه، والدة الحاج محمد عنتر السيد البيه، والحاج السيد عنتر السيد البيه، والكابتن محسن عنتر السيد البيه، والكابتن رضا عنتر السيد البيه، والحاج يونس عنتر السيد البيه، والحاج فوزي عنتر السيد البيه، بدعوة كريمة من الحاج مجدي البيه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحماتك وأن يحشرها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ونصرخ في هذه الليلة القرآنية المباركة أن نتنسم عبير القرآن الكريم وأن نحيا مستمعين خاشعين منصتين في رحاب القرآن المحمدي الخالص القرآن المجود حق التجويد مع علم وكروان إذاعة القرآن الكريم والذي جاء مؤخرا وعاد إلى أرض الوطن بعد الرحلة المقدسة الكبرى زيارة بيت الله الحرام مختتما بزيارة شفيع الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي استمعنا إليه قارئا لسير الأمس السبت عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم وسيهل علينا يوم الجمعة قارئا لقرآن الجمعة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم وعبر الشاشات الفضائية المصرية ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ دكتور عبد الناصر حرس فخر قراء محافظة الغربية ومركز زفتة على الخصوص الذي نفتخر به دائما سفيرا للقرآن الكريم في دول العالم الإسلامي حفظه الله وبارك فيه ومعنا أيضا النجم الصاعد في سماء التلاوة والذي يشرفنا أيضا في المحافل الدولية فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل فراز حفظه الله تعالى. أيها الإخوة المعزون الكرام استهلالا لهذه الليلة القرآنية المباركة نتنسم عبير القرآن الكريم بعد شرف زيارة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلكم العلم القرآني ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ دكتور عبد الناصر حرس نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
بسم الله والله والحمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله صلي عليه صلوا على
صلى الله عليه وسلم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ولكل هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها
إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم كما كما رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما
فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات حاضر حاضر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
ايه ده كده بعدين لك بقى. طيب بس يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة عليك
إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
هكذا أيها الإخوة المعزون الكرام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا كروان إذاعة القرآن الكريم ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، والذي عشنا مستمعين له قارئا لقرآن فجر أمس السبت عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، ونحيا معه مستمعين لقرآن الجمعة القادمة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم وعبر شاشات الفضائية المصرية. وكانت هذه التلاوة تكريما لليلة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الحاج عطر السيد البيت، والدة الحاج محمد عطر السيد البيت، والحاج السيد عطر السيد البيت، والكابتن محسن عطر السيد البيت، والكابتن رضا عطر السيد البيت، والحاج يونس عطر السيد البيت، والحاج فوزي عطر السيد البيت، بدعوة كريمة من الحاج مجدي البيه، مشاركين عائلات البيه وعائلات كشك واجب الاحزاء في مصابهم، وسائلين الله عز وجل ان يربط على قلوبهم بالصبر والسلوان وان يتغمد فقيدتهم بواسع رحماته. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها، اللهم احشرها مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا اكرم الاكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ونقلت هذه التلاوة من كبرى قصور الفراشة وعالم الضيافة فراشة المعلم حسان فرهود واخوته عبر مكبرات الصوت وعالم الإذاعة الخارجية إدارة مهندس أحمد رشدي، وحفظت بكاميرا تصوير مهندس محمد عادل الجهري ومهندس رضا عادل الجهري، وشرفنا بالخدمة الفندقية إدارة المتر أحمد الشربيني.
نبيل دراز.